حياتي. هذا تيست حمل؟ ايه تيست حمل. وعندي ولدين انا بسوريا. مرحبا يا تيرنوش، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. وحابة اتشكركم قبل ما بلش بالفيديو على 900,000 و1000 اخو اخي تخيلي قلبكم. اول مرة اذا شفتونا بالقناة ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، ويلا على المليون داخل قلبكم. انا اليوم الفيديو رح يكون حبايبي هو انه انا رح اعمل مقلب بريتشو، بس قبل ما اخبركم عن المقلب، تذكروا اخر مقلب عملوا فيني ريتشو انه هو قرر انه يبيع عفش البيت ويرجع على لبنان وهيك فجأة يعني، فانا كتير عصبت بوقتها. فانا اوكي فلازم اني اخذ حقي. وريتشو هلا مانو بالبيت، هو بالاستوديو، خبركم انه هو عم يعمل اغنية عراقية وعن جد كتير عم يتعب فيها. فانا هذا المقلب مخطط له من لما كنا بلبنان. تخيلوا قديش انا كنت مخطط للمقلب لما كنا بلبنان. انا اخذت تيست الحمل من جوجو، بالمناسبة جوجو انا كتير اشتقت لك يا عمري يا حياتي. انا اخذت تيست الحمل من جوجو من لما كنا بلبنان، كنت بدي اعمل فيه المقلب لريتشو بس ابدا ما صحت لي الفرصة. وهلا صار لازم اني اخذ حقي صح؟ حقي اني اعمل هيك مقلب فيه. انت حياتي انا اسف اذا رح تستعملي من هذا المقلب، بس انا لازم اعمل فيك مقلب اوكي، لانه انت زعجتني اخر مقلب فيه كتير، فما تزعل مني حياتي، انا كتير بحبك. اسف عن جد على المقلب كتير اسف. تعالوا شوفوا شو انا محضره لهون. في شغله تانية كمان، هو كان عيد ميلاد ريتشو، نحن كنا عم نفرش البيت فنحن قررنا ناجله، واكيد ما رح يخطر لريتشو ابدا انه انا رح اعمل فيه هيك مقلب بهذا الوضع، انه ميرو انه محروق وهيك تقبرني. فتعالوا شوفوا شو محضره هون. حضرت طاوله هيك بسيطه صغيره، وجبت بوكس حطيت فيه كمان ورد وتست الحمل، ورح افاجئ ريتشو انه انا عملت له هيك مفاجاه صغيره بعيد ميلاده، وانه رح اخبره خبر كتير حلو. والكاميرا انه ما رح اخبي، رح اقول له انه انا حبيت افاجئك بهي المناسبه الصغيره لك ولعائلتنا، وفي عندي خبر كتير حلو. فتعالوا شوفوا الطاوله، هاي الطاولة وهذا البوكس اللي حطيت فيه الورد وتست الحمل. وهلا علينا ننطر ريتشو ليجي. انا كثير متحمسة للمقلب. تعب يلا خلينا نشغل الكاميرا مشان اول ما يفوت شوف ردة فعلك. وانتو شو رايكم؟ ريتشو رح تعجبه الفكرة انه انا حامل من جديد، لانه مريم قال لي جننتيني ومدري شو، لا حدا يحمل غيري. فانا هو ما بعرف هلا شو رح تكون ردة فعلي اذا قلت له انه انا حامل. تعب يلا خلينا نصور ريتشو. انت عرفت انه انا جيت حبيبي انت عرفت انه انا جيت وصلت. هاي حبيبي. اهلا يعطيك العافيه. اكيد فايق شغل بنام بدونك بالبيت. بجوز نمتي يعني. لا يا حبيبي حضرت لك مفاجاه. ها حضرت لك مفاجاه صغيره. متأخر ما بدك بجوز نمتي أو شيء. لا يا عمري مستحيل. شوف الله ينجينا. عم تصور شو؟ غمض لي عيونك يا روحي. وطحطح مفاجئتك نحن طحطح. تا يا عمري غمض. على الشاشة لك قلت لك لا تسوي لي الحركات. لا خلاص. على الشاشة الله يوفقك. لك وين فتت بالباب تعال هون؟ لك أنت ماسك إيدي. بسم الله اشفي خير إن شاء الله. فوت لا تفتح، ممنوع تفتح أوكي؟ اوكي خليك وقف مكانك. لك وقف مكانك لا توقع. حاتي فيك تطلع تطلع فيك 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 تفتح. انا متوتره متوتره. شو هاي الرينج لايت قدامي؟ شو حبيبي دير ظهرك. ايوه يا عمري شو عجبك هلا؟ انا فهمت انه عيد ميلادي يقطع هيك. لا ما بيقطع. لو سمحتي لو سمحتي عيد ميلادي هيك ما بيقطع. لا حبيبي اكيد عيد ميلادك ما بيقطع هيك. انا اكيد بدي احضر لك يبرق او هيك قصص، بس انا حب مشان الاكل مشان يعني ما بطلع لي تسوي لي حفله.
لك لا لا رح اعمل لك حفله. روحي عود عود عود. بدي اقول لك شيء. هلا انا بدي اعمل لك حفله حياه، بس هلا انا في عندي خبر كثير حلو بدي خبرك اياه. بس حبيت اعمل لك هيك سهره صغيره وكمان خبر عائلتنا الثانيه، يعني فهذا الشيء انه اكيد لازم يعرفوا. هي سهره ولا انه عيد ميلادي؟ عيد ميلادي صار له شهر ما عاد بفكر فيني اصلا. لا يا عمري كيف انا فكرت فيك؟ بس بفكر فيك بس أنا. لك يا عمري انا مفكره فيك بس لانه كنا مشغولين بفرش البيت وهيك وقصة ميرو وتوبرني يلا. فهلا انا حبيت هيك اعمل لك مفاجاه صغيره وهلا بخبرك شو القصه. حبيت مفاجاه. انا والله العظيم انت بتعرف يعني قدام الموجودين وقدام كل اللي بيحضرونا وهي، انا والله العظيم انا ما بهتم بحالي قد ما بهتم فيكم يا عمري. يعني انت ولا كان مريم ولا يعني انا دائما خلص يعني هلا وين كنت بالاستديو تلاقوني راقد عم حضر عم بعمل كذا. بالمناسبة الأغنية العراقية قربت، والله قربت. حضروا لي حالكم وإن شاء الله رح تعجبكم كتير يا رب. أكيد رح تعجبكم أكيد، عيلتنا الثانية ما في شك. إيه أول شغلة كلها أنت بألف خير وعبال مية. وأنت بألف خير يا رب. وين الكيك؟ بوصي على كيك بس اسخي علي شوي، إذا المصاري معك ما بتعطيني شو باخذ خرجيتي منك. وصي يعني حبيبي انا بدي اعمل لك حفله بس هلا مفاجاه صغيره يعني بس حدا بياخذ خرجيته من مرته؟ ايه انا باخذ خرجيتي من مرتي، هي البنك المركزي تبعها بتحطهم تحت المخده وبتنام. هاتي حس حالك هيك ايديهم النسوان، اذا بدك يصير معك مصاري خلي مرتك تكمشهم بايدها بس وما عليك بالوقت. هاتي حس انه انت عم تعمل مفاجاه فيني بس على اساس انا مرتي يعني ما بتصرف. ايه انه خلي بايدها بس عينك عليهم يعني عرفت؟ خلي بايدها. هلا تذكرت انه مرتي بتخلي. شو رايك تاخذ هديتك؟ اه في هدية محضرت لك اياها. هدية محبانك شوي دايما. طب جايبه كاسات ما في عصير، ابوس ايدك ما في بيبسي، ما في ما في ما في شيء. جايبه كاسات ايش بدها تشربها؟ حطي لها قليلة مي جاعة شو هاد؟ طيب ماشي تكرم. وش عيد الميلاد هذا؟ أول مرة بشوفك عيد ميلاد هذا، أنا عم طحطح. أنت شفت بحياتك هيك عيد ميلاد؟ هذا عيد ميلاد هذا؟ أعطيني بوسة. حبيبي. خور تعال خور. روح انزل جيبها انزل جيبها من تحت انزل. عشان انت غفلت ماشي عيد ميلاد شي بشهري. هاتي هو المفاجأة يعني هاي الطاولة مو بس لأنه عيد ميلاد. والله ما أكون عمل لها هيك، ما أكون أنا عمل لها هيك طاولة وأقول لها هذا عيد ميلادك. علي ما علي لا تفتح الكاميرا وتفضحني، لا تقول لكم طلع كل شيء من كرشها، كل شيء من قلبها طالع. أنا هيك؟ إيش في حكي بكرشها؟ بعيد ميلادي انا باول يوم، اول عيد ميلاد مو اول يوم، اول عيد ميلاد لي معك شو صار وقتها حجر، شو عملت؟ حجر ايش ما فينا نعمل شيء. ايه لا ما بس بي... الله ما احنا مالنا بحجر ما ليش؟ بس عملت لي هيك طاوله صغيره. لك هذول ايش مودي هروب؟ هذول دي حرقونا هذول دابوا نزلوا هيك شطشطوا. جوعان والله العظيم جوعان. حبي قبل اكل كل شيء. افتحي ايدك يا عمري. جبت لي هدية؟ بس افتحها. بس وتفتحها وبس بس. لا ولا شيء بس انا متوترة شوي. حبيبي لا تتوتري ولا شيء، تعال انت تعال فوق. تركني من بروكسي هلا. ما شفتيني خلينا افتح نفكر اكلي، ما هو اكل هذا هدية بعيد ميلادي. يا بس ايش تتوقعوا تكون يا جماعة؟ أنا قبل ما أفتحها تعرفني انا نانسي بحب الساعات. انا بتوقع ساعه. ما حذرت افتحها وشوف. طيب ما هي بنيت الايفون 13 ما راح يوسع بقلبك. لا حياتي بكي. وما معقول تعمليها فيني وتجيبي ايفون 13 اقوى هذيك حسبي الله. لا كالعادي البوكس بقلبه ورود. شلون ده طالعه؟ حطنا على الطاوله. شيء بلاستيكة نانسي نانسي حياتي. هذا تيست حمل؟ ايه تيست حمل. وين المشكلة؟ وين مشاش طلبت؟ انا حبيت اعمل هذا الشيء مفاجأة لك ولعائلتنا الثانية، حبيت صور هذا
هيك فيديو مشان كمان خبرهم ويفرحوا معنا لانه هن عايشين معنا كل التفاصيل. ايوه شو ما كانك ما فرحت؟ لا والله فرحت والله مش خطيب طحطح. ليش ما هو يكون شغبان يعني؟ لا يكون مثل ليالي الصالحيه حمل كذابي. لا يا عمري. بس ايام ليالي الصالحيه انتوا جماعه الشام شلون طلعت معكم حمل كذابي؟ الشوام بطلع العادي علي الحلال؟ حتى الحمل طلعتوه كذابي بس ايام ليالي الصالحيه ما كان في ايش اسمه؟ ما كان في تيست حمل، مدري شلون بيعرفوا كانوا، شلون بيعرفوا الوحده قبله؟ هات شو قاعد تسال شو بدي فيهم انا؟ ايه صحيح. ليش حسيتك مو انبسطت؟ لا والله العظيم بالعكس طار عقلي، والله طار عقلي. والله طار عقلي اقسم بالله. لا عن جد لانه لك تعال بالعكس والله العظيم انا يعني هلا عن جد صار بدها مريم اخ يعني يعني صار انه لازم يعني هلا انا بنت عمرها سنه وراح يصير شهر تقريبا ايه انه على السنتين مثلا من هلا اذا بدنا نقول هلا حبي يعني بيكون في بينها وبين اخوها او اختها سنتين شو صبي ولا بنت حمالي حياتي ما بعرف صار بدها صبي طيب هاي الشغله بيد الله وشو ما بعد اكيد اكيد ايش من الله بعد يا محلاه شو تليفونك تحتي فانا عن جد يا جماعه انصدمت هاي مشان عيد ميلادي ولا مشان تورجيني المفاجأة؟ لا أنا الاثنين حياتي لأنه أنا آخر فترة شوي هيك أهملتك لأنه مريم وهيك فحبيت فجأة بسهرة صغيرة بس مين هلا حياتي؟ ليك إذا صبي يا ما عم بتخيل ما انصدمت؟ حياتي صار في مفاجأة ثانية شو هي؟ هلا بتعرف بس عم أقول لك من هلا إذا صبي فأنا رح أسمي أوكي؟ لأنه أنت سميت مريم نحن كنا متفقين انه حابب انت اسم مريم فسمينا مريم، اوكي؟ فإذا صبي قدام عيلتنا ها ايه انا بدي سمي خلص انت سميتي كرام عينك، خلص هاي قدامهم، والله ماني متدخل بالاسم، ما دخلني حسميه مثل ما بدي انا سميه مثل ما بدك انت مبسوط؟ والله طاير عقلي يا عمري طيب هلا صار لازم فرجيك المفاجأة الثانية شبك حبيبي؟ والله ما في شيء سلامتك خلاص يقولني انا ما خطرت لي ابدا والله ما خطرت لي ابدا يا عمري انا فاجأتك ما النوش شو يا عمري؟ يعني ايش بدك تسميه مثلا؟ نحن بنحب نسميه بكري محمد بكري حماد عبدو عبقادر حياتي لا يجي الصبي بنصلي على النبي لا ما بس تقولي ليجي الصبي بنصلي على النبي، بنصلي على النبي بكل لحظة نحن، صلي على النبي اللهم صل على النبي بس اللهم صل على سيدنا محمد، يا جماعة لا حدا ياخذ بكلام هي الكلمة اللي قالتها غلط، شو هي هدول في ناس كثير بتوقع بهي الشغلة بيقول لك ليجي الصبي هي الكلمة يعني إنه بتنقال، ليجي الصبي بنصلي على النبي، لا الصلاة على النبي كل ما فيكم تصلوا على النبي صلوا على النبي وانتم الموجودين صلوا على النبي كمان نكسب هيك بس أنا عم بحكي موضوع الاسم إنه لسه ما بنعرف الصبي ولا بنت بس انا عم خبرك من هلا انه يعني اذا بنت هلا سميها لا كمان سميها بكري لا حياتي بكريه شو هي بكري ايه هلا لازم خبرك بالمفاجأة الثانية مفاجأة ثانية؟ ايه هلا المفاجأة بتمنى انه هيك تتقبلها ما تنزعج اكيد ليش بدنا ننزعج بعد هاي المفاجأة انا بقى مفاجأة؟ هذا التست؟ ايه اوكي أنا ما جبته شو ما جبتي؟ أنا هذا التست مو أنا اللي جبته مو أنت جبتي؟ بصيتي حدا عن جاب التست؟ لا ما فهمت مين بالصيدلية جبتي؟ هذا التست بالأساس مو لإلي شلون مو لإلي؟ هذا مو لإلي يعني يعني جايبتيه إنه شو اسمه؟ يعني حدا شاري وانت حدا اعطاك اياه يعني مثلا كمان لا مستعمل جديد المهم جديد وشو حبيبي شو روح شوي هدي هدي اعصابك روح هذا تست لجوجو مو لالي مو لالي شو جوجو؟ لك هذا تست حمل تبع جوجو مو تست لالي مالك حبله؟ لا مالي حامل حبيبي حياتي اسف ما كان قصدي ازعجك
حبيته؟ والله ما عندي مشكلة، ما عندي، بس ليش أنا عملتي يعني؟ ليش يعني صعبة وصعبة والله صعبة. هاد بس والله أنا صعبة يعني. صعبة والله صعبة. حبيبي نحن عندنا ميرو ما عندنا بعملنا ميرو وعندي ولدين أنا بسوريا. إيه؟ وبعرف هذا الشيء أنا، بس أنا يعني أولادي ما نم موجودين معي، ويمكن ما أشوفهم بحياتي. بتعرفيني إني أنا مستعد أدفع نص عمري، مستعد أدفع عمري ويجوا يعيشوا السنة معي وأكب عمري ما بدي إياه. بعد السنة الله ياخذني. أنا آسف. أنا بعد السنة، بس خليني أحكي وقفي شوي. أنا مستعد بعد السنة أعيش معهم سنة وبعدين أنا ما بدي شيء. أنا عم بدفع دم قلبي، عم بعمل أقصى جهدي إني أجتمع. فأنا بدي ولد. أنا بتعرفين بدي ولد، بس أنا بطول بالي لأنه بنتنا لسه صغيرة وراح يصير شوية عرقلة بأمور شغلنا. أنا ما عندي مشكلة وبتقبل المقلب. والله خلص ما صار شيء. حياتي خلص. عن جد ما كان قصدي. والله ما صار شيء وهذا خلصنا. بدك تساوي هذا المقلب عملت فيه. خلص أنا آسفة والله ما قصدي أبدا إنه يكون هيك إنه أجرحك أو إنه. لا والله عادي ما عندي مشكلة، والله ما عندي مشكلة. إن شاء الله بيجوا بيعيشوا معي حياتي. إيه إن شاء الله إن شاء الله. والله ما في مشكلة. لآخر شيء مقلب نحن عمري. ضبيه وبعتي لها بدي اتش ال. انها طحطح. عن جد انا كثير اسفه حياتي. عاوي. لك مو طبيعي عملت في ملف ولا ساعات. عاوي بدي اكل. عاوي بدي اكل ان شاء الله. بتفكر انك تزعجيني يعني؟ تعال باكل وبطلع بنطفي كمان. خو حبيبي خو. عن جد مو طبيعي توقعت. اوكي انا ما كان ما بدي اياك تنزعجي كثير، بس انه انا حبيت ان تكون ردة فعلها غير هيك. توقعتك تعصب تتضايق شيء يعني. شلون اجد اتضايق؟ لك ولا ما عاد ياكل. لا ومهتمين لي اذا في عصير ولا ما في عصير، ولا رجعتوا حياتي. بعدين بتصير لانك تاكل تاكل، عرفتوا عم تطلعوا فيني على طول تزوروني. خذوا حمات خذوا. طيب. كله بسكويت. الله الصحة وانا. بحبكم كثير، نشوفكم بفيديو جديد، ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا، ضاع كل تخطيطي على الفاضي، بلبنان عم خطط لهلا. آخر شيء إنه أنا تعبان، هو مو وقته المقلب وصاب، بس أنا روحي رياضية عرفتوا؟ مفكرة هي تعكرني مزاجي، علي ما علي، لنزل عم بعمل ألبوم 12 أغنية، وعم بتعب بسهر الليالي. يا عمري أنا. قناتي الجديدة قربت توصل للمئة ألف، ناقصها 4000 4000 مشترك، 4000 أخو. هاي الصدمة. 4000 أخو أخت، روحوا عليها كلكم، راح تشوفوها بصندوق الوصف، روحوا وصلوها للمئة ألف، خلونا نجيب الدرع وانتظروا الأغنية الجديدة. حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حبايبي لبسكم كل شيء جديد، وانتظروا الأقوى إذا الله راد. انتظروا الأقوى، لا انتظروا الأقوى مني. باي.